حنا حضرنا هنا لسبب واحد هو تجميد الترقيات. من بعد الاعتصام اللي كان في فتره سابقه كانت وعدتنا الوزاره في شخص المدير للموارد البشريه بانه غتسول الملفات اقرب وقت. كنتفاجئوا في شهر 3 بان الامور التسويات كانت قليله بزاف. وكما تعرفوا بان راه الغلاء المعيشه وغلاء الاسعار والترقيات مجمده، حنا كنا كنتوقعوا حسن النيه، ولكن للاسف كنكتشفوا بان الامور كتمشي بواحد البطء كثير. لهذا حنا كنجيو واخا رغم معاناه رمضان والبعد، حنا جينا نوصلوا الصوت ديالنا للوزاره رجاء تعاملي بنوع من المسؤوليه مع هذا الملف هذا، لان كتعرفوا بان القدره الشرائيه وغلاء المعيشه راه كنعاود نكرر نفس المساله، لان هذه الامور هذه بحالنا بحال القطاعات الاخرى اللي تسوات لها الملفات ديالها. بالعكس ان بعض القطاعات وصلوا للبريمات، وكنتاسف بزاف ومناشده للوزاره والمسؤولين يتعاملوا بنوع من الجديه مع هذا الملف. اليوم جينا احتجاجا على التسويف والتماطل اللي تمارسه الوزاره علينا منذ ما يتجاوز سنتين. الان احنا الان يعني غندخلوا تقريبا الشهر 28 بعد نجاحنا في الامتحان المهني، ولم نستلم لحد الساعه مستحقاتنا الماليه. صبرنا يعني تضامنا مع الدوله ديالنا بخصوص يعني ازمه كورونا، ما قلنا ما كاين مشكل، يعني حتى حنا نأديو الواجب ديالنا والمساهمه ديالنا. ولكن من مور يعني القرار ديال رئيس الحكومه السابق ديال تجميد الترقيات، والان الحكومه الحاليه رفعت هذا التجميد، ويعني يعني الحديث على ان التسويه تتم تسويتها خلال الثلاث اشهر الاولى ولم يتم تسويتها، خرج علينا التصريح للوزاره على ان المستحقات يتم تسويتها خلال شهري مارس وابريل. في هذا الشهر مارس لم يعني مشاو معنا بمنطقه الكوتا كوت، بداو تيقطروا لينا قطره بقطره، واحد العدد قليل، واحد الفتات لا 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 يتماشى مع يعني العدد الكبير الذي ينتظر ترقيته. واليوم احنا كاملين جينا لنعبر عن استيائنا عن سخطنا من هذا السلوك اللامسؤول اللي تيمارسوا معنا الوزير ووزاره التربيه الوطنيه. جئنا اليوم لنطالب بحقوقنا، ولن نتزحزح من امام وزاره التربيه الوطنيه حتى نحصل على حقوقنا كامله مكموله، وان تسوى في اقرب وقت، لانه ما جمد استثناء يجب ان يصرف استثناء.